فهم برنامجكم حد البهجة ومازالين معكم حتى العشرة ديال الصباح، مازالين مكملين معكم كما قلنا ابتداء من 9:15 كان غادي يكون معنا إسماعيل الحساني وهو اللي التحق بينا في هذه اللحظات. صباح الخير سيدي إسماعيل. صباح الخير سيدي مراد، الله يحفظك. كلشي بخير؟ الله يحفظك بخير وعلى خير. كتفيق شويه بكري ولا فيقنا كاد الحد؟ ضروري ديما بكري. ضروري بيان سور. حيت كاينين شي ضيوف اللي كيجيو عندنا كتلقى مسكين الصباح تقول لي لا صعيب عليه يفيق الصباح. سيختو نهار الحد ياك؟ عاد ما عادش يقول لك، كيقول لك الحد ومع 9 الصباح. لا صعيب. ويلي 9 بكري، 9 راه خدمنا البكري. قول لي راه الناس راه خدمنا وسالينا. صافي 9 راه. سلا اللي عطى الله عطاه. اكزاكتومون، واحد 3 سوايع راك ضربتيها ديجا في اما في العمل ولا في السبور ولا فاش ما انت كتمشي. الله يعطيك الصحه، راه كما تيقولوا لنا الزمان الفيق بكري بدا بمشي. الله يعطيك الصحه. دونك اسماعيل الحساني، ياك سميه الحساني شده فوق السين الحساني. على هاد الشده فوق السين هي فين غادي نمشيو حنا للتخصص ديالك. الله يحفظك. فنان مبدع في التخصص ديالو اللي هو الخط العربي، ولكن ما خدموش بالطريقة التقليدية اللي هي أنني الخط عربي كيكتبوا في وراق ولا سميتو، لا الخط العربي كيكتب كيبدع فيه في حوايج وحدين أخرين. هو الأصل في الخط العربي هو الخط باليد، يعني في وراق، نعم. يعني بالقلم، يعني كخطاط، وهذا علم من علوم وفن من فنون الإسلام، يعني نعم. معروف وفيه عنده الشيوخ ديالو والطلبه ديالو. هو الاصل. نعم. هنايا كناخذوا من هذاك الاصل، ودايوغ كان كولابوريو مع بزاف ديال الخطاطين، وكنصوب واحد اللوحات واحد الشكل شويه عصري، فهمتي؟ نعم. كومباري اللوحات القدام اللي كانوا في يعني في زمان. نعم. دونك كما قلتي يعني حتى باش الفكره باش تفهمات ولا نفهموها للمستمعين، هو انه كيكون واحد المجز ما بين الخط العربي والانتاج ديال اللوحات الابداعيه اللي غادي، يا اما غادي نقدروا نخدموهم كديكور، يا اما غادي نقدروا نخدموا يعني هدايا للناس الى اخره، وكنخدموا بواحد الطريقه اللي عصريه. تماما. هو كيف ما كان يعني الخط العربي بشكل عام كيكون، نعم. يعني كدير به شي حاجه ديال كتاب الله ولا ما. يعني شي بيت شعري، شي حاجه بحال هكا. انا ما كنشوفوش كديكور ولا ديكوراسيون. هو فعلا كيتعلق في الدار ولا في البيرو ولا شي بلاصه يعني اللي الواحد كيهتم بها، ولكن اكثر من ديكور هو شي حاجه لي ارتستيك، شي حاجه فنيه، والفن كيعبر على يعني واحد الجمال فعلا ظاهر، يعني في الشكل ديالو، يعني واحد الجمال ماتيريال مي كتشوفو كيجيك زوين في الشكل ديالو، نعم. مطابق ليبوك اللي عايشين، يعني عصري وداكشي كله، ولكن شي حاجه فنيه كتنبثق اولا من الداخل ديال هذاك الفنان اللي صنعها، نعم. سيتادجير سي اون اكسبريسيون اللي كتكون الداخل في هذاك وكيحطها في واحد الحاجه اللي فيزيك، وهاد الباطن ديال الفن، يعني الناس ملي كيشوفوا فشي لوحه فنيه كيتاملوها راه كياخذوا من هذيك الانرجي ديال هذاك الارتيست، داكشي اللي حط في هذاك اللوحه ديالو. صح، فهمتي؟ نعم. والفن يعني كمعنى عميق ديالو هو اي، هو بعدا لاغ ديما كان لاغ ساكري في زمان، يلاه دابا ظهر لاغ كونتومبورين، يعني لاغ ساكري سا فو دير الواحد كيشد داكشي اللي كيكون علوي، يعني شي حوايج يعني حقائق كونيه، وكيحاول يهبطها لواحد لا بيس فيزيك. وي. وما اجمل، يعني انا بالنسبه لي اكبر اكسبريسيون ديال الفن هو تشد حقائق ديال القران وتحطهم في شي لوحه، ومن غير الكتابه يعني ديال الايه كيكون حتى لا فورم ديالها عندها واحد الحقائق مخفيه. نعم. اللي كتحطها فيها. نعم. الا قلت لك سيدي اسماعيل هاد المهنه، واش بعدا نعتبروها مهنه بالنسبه لك نتايا؟ مهنه، هوايه، هي ملي كنقولوا هوايه، حنت القيمه ديال المنتوج اللي كتخرج اللي شفت انا مثلا ما نقدروش نحصروها في هوايه. نقدر نقول لك فنان، ولكن هذا الفن اللي كيديروا واش ولا مهنه بالنسبه لك؟ تماما، هو اطون بلان دابا انا خدام فيه، يعني في كل وقتي عطيه الوقت ديالي كله، نقدر نقولوا مهنه. نعم. ولكن هي بدات كهوايه في الاول. في الاول راه كنت خدام، يعني صالاغي وخدام. نعم. بخير وعلى خير،
وفي لو طون ليبر ديالي كنت كندير هادشي في الكراج ديال والديا. نعم. حتى الحمد لله بشويه بشويه صحابي لا فامي كيبغيو ياخذوا شي حاجه عجبهم لي بروميير بيليس اللي درت وتوما يعني كتشجع ما كانوش الصراحه زوينين بحال دابا ولكن يعني كان كتشجع فهمتي اللي نعم. خلاني بقيت مستمر بشويه بشويه حتى الحمد لله مشيت له اطون بلان هكذاك. هاد المهنه اللي جينا الى جينا نهضروا عليها ولا هاد هاد الفن الى جينا نهضروا عليه اسماعيل واش قرا عليه ولا 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 النفس ديالك والداخل ديالك هو اللي تيخرج هو اللي تيبدع يعني ما كاينش فين غادي نلقاه في شي بلاصه واحده اخرى. لا هو الواحد انا شخصيا في هذه المهنه هذه تعلمت راسي اوتوديداكت يعني نعم. اي حاجه كنبغي نمشي نديرها كنمشي كنقلب عليها كن براتيكيها سورتو حيت الواحد كيشوف المعلومه كيشوف لا تيوري ومن بعد انا الحمد لله كنت كنتوفق انا داك لا تيوري داك الساعه كنحطها في لا براتيك كنت كنمشي كنمارسها نعم وبشويه بشويه حتى تعلمتها يعني بحال هكا بالممارسه بالاخذ والممارسه يعني بحال خدمتي بالبرانسيب ديال التعلم بالممارسه. الله يعطيك الصحه يعني تماما كنتعلم انا كنمارس وميم طون كنتعلم كنغلط كنقول هذه مره اخرى ما غاديش ندير هذه ندير هذه الى اخره. تماما. هاد المهنه كتبغيها زعما كديرها حيت كتبغيها ولا حيت فيها فلوس؟ كنبغيها نقدر نقول لك الجانب ديال الفلوس فيها الحمد لله غير هو يعني سي با اسي اي حاجه اللي درتها غير حيت فيها فلوس اما ما غاتبداش فيها ولا غادي تمل ويجيك واحد البيرن اوت وما غاديش تقدر تكمل فيها دونك هي فيها الحمد لله ولكن كنبغيها بزاف وهذا يعني جاك بوت ملي كطيحش حاجه كتبغيها وكتقدر تعيش منها هذه حاجه زوينه بزاف. نعم شحال الى الى جينا نهضروا على امتى بديتي هذه المهنه؟ نقول لك ديك الساعه شي 2016 2017 بديت كنتعلم شويه في الكراج ديال والديا كنت مازال ساكن معهم ونقدر نقول لك فاش تلونسيت هو من بعد الكوفيد في الكوفيد مي شدينا على راسنا وكلشي كان في دارو انا الحمد لله ديجا كان عندي الكراج مجهز دونك فرحت كنت كندوز الوقت في الكراج كنمارس داكشي ديالي والحمد لله من تما بداو لي ريزو سوسيو بدا يعني البيع سوغ انترنت اللي داك الساعه كان اكسبلوزا نعم. هو اللي عاوني باش تلونسيت وطلقت خدمتي اللي كنت فيها وتكونساكريت لهذا البروجي. نعم دونك انت من بين الناس اللي استافدوا من كورونا وكانوا فرحانين انه جات ديك البيريود ديال ما نقدرش نقول فرحان يعني كانوا بزاف الجوانب السلبيه الصراحه في هذيك لا بيريود الناس كانت عليهم ضغوطات ولكن الحمد لله شوف توفيق من الله وصافي يعني الواحد مي كيتوفق في شي حاجه كل ميسر لما خلق له يعني نعم. انا شفت راسي غامض في داك الشيء وعاجبني الحال وخدمت هذاك الشيء ومشيت في هذا الشيء اللي كاين. واخ في البدايات ديالك كما قلتي كانت عندك الخدمه ديالك وكنتي اون ميم طون كدير هاد المهنه ولا اللي كنتي كتعتبر هذيك الساعات هوايه. بالنسبه للوالدين ديالك ماشي يقول لك واش هاد الروينه وخلي لا لا الخدمه لا بالعكس والدين الحمد لله عندي احسن والدين في العالم كنشكرهم من هاد المنبر هادي يعني بالعكس ديما كانوا مشجعيني وكيقولوا لي سير دير هذاك الشيء اللي كتبغي وديما في لي طون ديفيسيل حتى راه هادي مسيره فيها لي او لي بال واحد الوقيته كي يعني كيجي بحال واحد الضغوطات وكذا من جميع الاشكال ولكن هما ديما كانوا في جنبي وكيدفعوني وكي يعني كي انكوراجيوني باش نكمل في هذه المسيره الى يومنا هذا الحمد لله. نعم المهنه ديالكم اسماعيل اول حاجه ما كاينينش فيها ناس بزاف من داكشي اللي قلبت انا يعني نقدروا نقولوا ان المبدعين فيها شويه محسوبين على رؤوس الاصابع وتي الا كانوا شي وحدين كيقدروا يكونوا باقين في داك الاطار ديال هاوي يعني باقي كياخذ مثلا اي قرانيه غير كيقطعوا لها جناب ديالها صافي وكتعلق الى اخره. هو شوف كاين اون ديفيرونس ما بين يعني بيزنس اللي الواحد بغى يصور فيه فلوس وشي حاجه ارتستيك فنيه. نعم. حنايا كنديروا دولار فهمتي يعني انا بياسه ما كنخدمها حتى كنكون انا متيقن باغي نخدمها يعني تجي عندي مثلا غدا ماشي انت يعني كمثال. نعم. انت لا جيتي عندي مرحبا بك. الله يحفظك الله يحفظك بزاف. يجي عندي شي واحد يقول لي راه بغيت نصوب كذا 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 ماشي اوتوماتيكمون غادي نقبل نصوبها له واخا يكون غيخلصها غاليه ولا عنده الفلوس ما عندوش مشكل ولكن خاصني انا يعني في ذاك الساعه فهمتي نحس بهذاك الانسان نحس بهذيك الحاجه اللي غادي نصوب له. نعم. نعطيك مثال
اخر واحد اونتر غيمي اللي معروف اللي صوبت له دي طابلو هو الرابور دون بيك. دون بيك واحد الانسان متصل بيا يعني فريمون حسيت بيه وحس بيا وكان واحد الحوار سلس وميسر و جي بري دو بليزير نخدم له على دوك البياسات ديالو. نعم او كونترير كو شي ناس واحد اخرين يجيو عندي ولا كيجيو عندي حتى لاتوليي ويجلسوا معايا فواحد الهيئه يعني كيبانوا ناس اغنياء ما عندهمش مشكل الفلوس وانا كنحاول غير كيف ما كنتفك حيت ما بغيتش نخدم له ماشي كنجوجيه ولا شي حاجه حتى ديجا ما نخدملوش داكشي مزيان ما غاديش فهمتي. نعم. والرغبه باش تخدم بياسه لهداك الانسان ما كايناش. نعم. دونك سكي في الفن كيبغي واحد ليطا ديسبري يكون الواحد بعد عنده كارت بلونش بحال البيك ملي هضرت معاه قلت له فسر لي شويه شنو بغا قلت له واش عندي الحريه نبدا كيما بغيت قال لي عندك الحريه دير انا ما كنبغيش نشد الناس في واحد الكادر سير توكل على الله وهذه نعم. مهمة هذه النقطة مهمة في الإبداع الفني. نعم قلتي أنه مثلا غادي باش غادي نقدر نخدم معك أنا مثلا من نجي عندك أنا واحد كزبون ولا واحد اللي عجبتني الخدمة ديالك ونجي عندك إسماعيل ونقول لك أنا بغيتك تخدم لي مثلا هاد القضية ما غاديش نقدر نخدم لكل شيء علاش حيت خاص يكون عندي واحد الإحساس أنني ديك الخدمة اللي غنخدمها غادي نكون مرتاح فيها ولا زيادة على الإحساس هي ديك الروح ديال الالهام. نعم باش غنخدم واحد الحاجه خصني الهام خصني ما عرفتش كيفاش غادي نشرحها كيفاش نجيب يجوني الافكار دونك انت كاسماعيل كيفاش كيجيوك الافكار كيفاش كتكونسونطرا كيفاش هو صراحه انا دي ديما ما كنمشيش معها ما كنتسناش الالهام الالهام كيجي مع لاكسيون كدوز كتبدا تخدم كتحط داك الشيء كتبدا لي بروتوتيب الاولين اوتوماتيكمون فكره كتجي فكره بحال واحد لو سيركل فيرتيو يعني كتبدا وداك الشيء غادي وكيتيسر وشي مرات شي بياسه اللي كتبان معقده بمجرد كتبدا فيها الامور كتيسر وماشيه الحمد لله حيت كاينين واحد الضوابط فهمتي سورتو اللي كيخدم بهذا الشيء ديال كلام الله. نعم خاص حيت كنشوف بزاف ديال الناس كينقلوا العمل ديالنا ما كاين حتى شي مشكله ما عنديش اشكال غير خاص الضوابط ديال ملي كتكون كتخدم شي بياسه ولا اون طون كارتيست بعدا انا ما امكن وعدو بالله من قلت انا كنكون مضيف ملي كنكون كنخدم كلام الله كنتوضى وكنمشي وكنكون في واحد الحال مزيان كنكون فهمتي في واحد الحاله ديال الذكر يعني بحال واحد لو شومين مون سبيريتوال انا خدام هذيك البياسه وغادي مع عايش معها يعني الروح ديالي حاطه فيها فهمتي. نعم. يعني انا كتبان لي هذه واحد لا فورم ارتستيك اللي هي كبيره اللي هو الواحد كيحط داك الشيء اللي عنده في هذاك الانجاز ديالو نقدروا نقولوا ان لاتوليه ديالك مكان روحاني لا ما ماشي زعما روحاني شوف في اجواء روحانيه يقدر حيتاش معلقين فيه الحمد لله ايات القران ذكر الله عندي الحمد لله واحد 7 ولا 8 ديال القران. نعم. فين ما كنشوف شي قران انا كنشري كنحطه عندي في البيبليوتيك باغ اكزومبل بهاد الصفه وي ما كان روحاني حيت في هاد الاشياء هاد اما الا جيتي تشوف عليا انا ما رديش عليا واخا غادي نزيدو مازال نرجعو نكملو مع اسماعيل الحساني ونزيدو نعرفو معلومات كثار على هاد ما نقولش هاد المهنه وما بغيتش نقول هاد الهوايه على هاد الفن الله يعني الناس اللي كاينين شباب اللي مثلا غادي يدخل وغادي يقلب على اسماعيل الحساني في الانستغرام ولا في اليوتيوب ولا وغادي يلقى وغادي يقول حتى انا بغيت ندير بحال ما هكا وكيعجبني هكا وكنشوفوا كيفاش شباب اللي باغيين تما يديروا هاد الشيء كيفاش غادي يديروه فين غادي يقلبوا عليه انا اسماعيل الحساني اللي جانا يتكلمنا على الفن ديالو اللي هو فن ديال المزج ما بين الخط العربي وما عرفتش كيفاش غادي نقول لها المهم الخط العربي بطريقه اللي جديده بواحد كيفاش نقول لها اسماعيل الخط العربي ممزوج يعني مزوج مع شي ديزاين مع يعني ديزاين عصري الحمد لله مش صراحه ماشي جديده كاين بزاف ديال الفنانين اللي كيديروا هادشي خارج المغرب في المغرب وخارج المغرب سورتو في دول الخليج تبارك الله كاينين فنانين كبار اللي كيستعملوا الخط العربي وكيديروا شي حوايج عصريين بزاف زوينين يعني تبارك الله دونك كما قلنا قبل ما نخرجوا نسمعوا لنزهة الشعباوي
قلنا كاينين مثلا شباب ولا ناس اللي غاديين يدخلوا للانستغرام ديال اسماعيل حسن يقلبوا عليه وغادي يشوف الفن ديالك ويشوف الابداعات ديالك وغادي يقول مع راسو حتى انا بغيت ندير بحال ما هكذا. دونك الا بغى يمشي مثلا حتى هو في هذا الطريق شنو خصو يدير؟ فين غادي يمشي يقلب؟ واش كاينين المدارس اللي غادي يعلموا هذا الشيء ولا حتى هو خصو يتعلم الراسو؟ واش اجي عندنا مرحبا به نعلمو. دابا كيف ما قلت قبيله كاين بزاف ديال الناس ديال لي باج في المغرب في الجزائر في بزاف ديال الدول كينقلوا داكشي اللي كنديروا وانا شخصيا ما عنديش مشكل. نعم بعدا ملي كيقلبوا الناس ما كيقلبوش على اسماعيل الحسني ما كيعرفوش كيعرفوا بمسيو سيراج. واخا انا سميتي اسماعيل كلشي كيعيط لي الو مسيو سيراج. مسيو سيراج حيتاش نعم. من الاول مشينا على هذا الاسم هذا. نعم بالنسبه لاباج انستغرام عندكم سيراج ديزاين. سيراج ديزاين والناس كيقولوا مسيو سيراج صحابو سميتي انا سيراج ماشي مشكل عيطوا لي باش مزيان. يعني هذوك الناس اللي كيبغيو يديروا داكشي كهوايه يعني كممارسه في الدار يعني ديال شي فن جديد بغاو يتعلموه ولا كبيزنس يعني باش يديروه اون ميم طون يتاجروا به يبيعوا لي طابلو ولا يسوقوهم انا كنقول لهم حاجه واحده يعني كاينين ضوابط الا كنتي غادي تخدم كلام الله مثلا غادي تصبغوا ولا غادي تحطوا ينشف ولا غادي شي حاجه ما خصكش تحطوه في الارض ما خصكش تحطوه في واحد البلاصه اللي شويه ناقصه. نعم ملي تكون كتخدم خصكش تخدمه في واحد البيئه اللي كتحترم هذاك الكلام المقدس صح. يعني هذه الامور هذه تحت بزاف ديال لي باج مثلا في انستغرام كيديروا نفس العمل ديالنا ولكن بون ما غاديش نكريتيكي العمل ديالو ماشي نفس حيت خصو باش يشد هذاك التصويره ويخدم عليها ما عندوش لو فيشي سورس باش غادي يخدم على داك لا كاليغرافي دونك ديما كيخرج معوج شويه ولا شي حاجه وي. ولكن الاشكال فين كاين؟ كاين فين كيحطوه في الارض باش كيصوروا باش يحطوه في انستغرام هذا كلام الله ما تقدرش تحطوه في الارض بصح. انا البياسه كتنشف واخا مازال ما فينا خصني نحطها اما في الحيط ولا فوق شي طابله ولا غير 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 الخط بلا ما تكون كاع مركبة والآية كاملة غير حرف من الحروف العربية هذيك اللغة راه لغة راه شي حاجة كبيرة بصح. دونك مي كيكون هذا الأداب كيكون التيسير وكيكون النجاح وأنا كنشوف بأن هادو من لي زانغريديون المهمين علاش الحمد لله ربي جعل القبول في هاد لي طابلو ديالنا يعني الناس كيشوفوهم كيعجبوهم كاين إقبال كلشي بغاهم حتى كنوصلوا لواحد لا ليميت كنقولوا اسمحوا لينا راه ما نقدروش نبقاو نصوبوا لكم كيف ما قلت لكم نعم. يعني الحمد لله هذا فضل من الله ولكن هاد الاسباب هادو الواحد يتخذهم كندوي على كاع دوك الناس اللي بغاو يمشيو في هادشي خاصهم ضوابط الاداب مع هاد الكلام الا كان يخدم شي حاجه واحده اخرى لا ابستري شي فورمات شي حاجه ما كاين حتى شي مشكل يعني كيبقى انا ابستري يخدموا بكل حريه مي كلام الله خاصو واحد الادب معاه بصح. دونك اللي لاحظت اسماعيل انه كتعطي قيمه كبيره للعمل ديالك وكتحترمه يعني اوتوماتيكمون غادي يرجع هذا الشيء على المردود ديالك وعلى تواصل الناس معك وكيفاش الناس كيشوفوا العمل ديالك. الحمد لله كذلك هو الحمد لله شوف الواحد مع المده كيبان على حقيقته فهمتي نعم. يعني كيف ما كان كيتعامل مع الحاجه كاين شي واحد اللي كتجلس معاه كتحس به يعني الارواح جنود مجنده من تعرف منها اتلف ومن تناكر منها اختلف الا جلستي مع شي واحد كتحس به ولا كاع ما حسيتيش به الا بدا كيهضر غادي تحس به يعني الواحد ديما فهمتي يصفي قلبه ويدير نيته مزيان مع الناس ويجيب الله التيسير هادشي اللي كاين داكشي اللي كاين واخا غادي نرجعوا من بعد فاصل قصير بحالك انت ملي هضرتي معايا نعم اول مره غير هضرتي معايا قلت لك بسم الله راه حتى انا سمعتيني كيفاش هضرتي معايا والحمد لله واحد يعني حسيت بك وحسيتي بيا الحمد لله نعم ودي بروميير كو قلت لك زعما بدون ذكر الاسماء ولا القنوات نعم. كاين شي قنوات عيطوا لي رفضت نمشي نجلس معاهم في التلفازه كاع فهمتك رفضت ما ارتاحيتش قلت لهم سمحوا لي راه عندي شي حاجه لقيت شي اكسكيوز وما مشيتش راه نفس الشيء انا نورمالمون كيكونوا مثلا ضيف كنشوفو كنبقاو يعني كتقلب عليه الى اخره انا شفت العمل وبان لي داكشي زوين وقلت مع اول حاجه طاحت لي في راسي ان هاد يعني هاد الفن كيستحق انه يتبارطاجا وكيستحق انه اننا نتكلموا عليه الله يحفظك
يعني بدون ما نبدا نقول اشنو غادي نقولوا شنو واش نعرف بلاتي خصني نقلب نقلب يعني شفت بعد الكونفيرماسيون عاد باش ديك الساعه مشيت كنبحث شويه في في, في في المجال اللي كدير مخشش شويه في الانستغرام عندك الاعمال اللي كدير الى اخره. دونك غادي نرجعوا نكملوا معك بقى لنا واحد ربع ساعه تقريبا من بعد واحد الفاصل قصير ونزيدوا نكملوا مع اسماعيل وبغينا نعرفوا اول طابلو باعو اسماعيل بشحال كان باعو. البهجة ما بقاش بزاف على نهاية البرنامج قلنا تقريبا واحد 7 ديال الدقائق غادي نزيدو نكملوهم مع اسماعيل اللي صراحة الوقت داز طير وبزاف يعني ما حسيناش بالوقت رغم اننا كنا كنقولوا في الاول اسماعيل فاش غادي كيفاش غادي نهضروا على 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 هذا الفن كذلك واخا قلنا اول عمل فني شحال تخلصتي عليه اول عمل فني داك الساعه كنت مازال خدام يعني سالاري هذاك اللي تعاونوا فيه تعاونوا معك العائله لا لا يعني قبل العائله كان واحد الصديق سيدي غالي بن يحيى كنحييه من هذا المنبر اللي كان كيسمع نعم كنا كنجتمعوا مع اصحاب حنا بيناتنا وكنت كنوريهم داكشي اللي كندير فهو عجبو داكشي قال لي عافاك بغيت شي حاجه لبيتي بغيت واحد جوج ديال لي بيس قلت له مرحبا صافي كومونداهم ليا وعلى ذكر الثمن الى بقيت عاقل جوبونس واحد 1500 درهم البياسه مزيان يعني 3000 درهم بجوج مزيان واه صديق مزيان الله عمر دار صديق مزيان كاين شي يقول لك صايبوا ما دابا صايب صايب انا نشوف كيفاش ندير مزيان ولا مشينا الاغلى عمل اللي ديجا بعت ولا اللي عاد غنبيع حيت مازال جاي وخليها يلا غتبيع لا غادي يلا غتبيع شوف الفن الصراحه سورتو باش نوضح واحد المساله شي حاجه اللي عليها كلام الله بعدا ما عندهاش ثمن نعم. داكور هذاك لو بري ولا داك الفلوس اللي غيخلص الزبون كيخلص لي فور ديال هذاك الارتيست كيخلص لا كرياتيفيتي ديالو كيخلص داك الوقت اللي دوز باش يصوب هذيك البياس هذاك هو اللي عنده ثمن اما كلام الله انا بالنسبه ليا ما عنده حتى شي ثمن يعني ما كيتقدر حتى بشي ثمن شي تاخذ هذيك لا جوكوند هذيك موناليزا وتحطها لي حدا شي طابلو فيه كلام الله لا مجال للمقارنه واخا هذيك راه دايرين بها خبله في العالم فهمتي كيفاش دونك يعني داك لي فور ديال لارتيست كتبقى على حسب لا كوت ديال لارتيست الا كان انا ارتيست معروف الناس طالبينه بزاف بيان سور الثمن غادي يطلع الا كان يلاه بادي وهذا الواحد كيخفض الثمن ديالو باش كيبدا بشويه بشويه حتى كيتشهر وبشويه بشويه لو بري ديالو كيبدا يطلع هادي هذا السؤال علاش سولتو سيدي اسماعيل حيت كاين الناس اللي مثلا تيخدم وما كيركزش على الفلوس تيقول مثلا ماشي مشكل انا المهم كندير شي حاجه اللي كنبغيها ولكن مع المده حيت كيولوا من بعد كيولوا عندك وليدات كتولي دار كتولي الا بقيتي خدام داك لانسبري بداك لي سبري ديال ماشي مشكل اللي عطيتيني راه انا كندير داكشي اللي كنبغي كتلقى الاخر اللي غادي ياخذ عندك ولا داك الكليان اللي ياخذ عندك كيستغل هذه النقطه فيك لا شك تيقول لك واه انت فنان وين انت فنان ديالنا واه زعما هادشي راه ماشي ديال الفلوس ولكن راه ماشي ديال الفلوس ولكن هذيك اللي صنعت انايا ممكن تمشي في بلاصه واحده اخرى تاخذها بعشرات الاضعاف ديال الثمن اللي عطيتيني فيها تماما دونك داكشي اش قلنا علاش جبت انا القضيه ديال الثمن باش حتى الفنانه اللي كيسمعونا راه فنانه في مجموعه من المجالات في الراس في الخط العربي يعني حاولوا ما يحقروش العمل ديالهم الله يعطيك الصحه هذه نقطه مهمه بزاف ونعطيوه قيمه اكبر نقطه مهمه بزاف لكاع الفنانه اللي كيسمعونا وعندنا فنانه في المغرب ما شاء الله تبارك الله انا كنت انسبيرا منهم نعم. كنحل لي ريزو سوسيو كنبقى نقلب عليهم كنت ابوني معهم كنتبع الاعمال ديالهم اعمال واعره بزاف عندنا فريمون دي زارتيست بمعنى الكلمه نعم وخاص هذاك الارتيست يعطي القيمه لراسه والعمل ديالو وي حيت مهما كانت هذيك لوفغ دار زوينه ومصوبه بواحد الطريقه واعره خاص يتعلموا المهاره ديال كيفاش يسوقوها ويبيعوها ماركتينغ ديجيتال في انترنت يعني حتى ما كانتش غادي تتباع هنا في المغرب يقدر يبيعها في العالم بواحد الثمن اللي هو خيالي نعم حيت كتكون واحد الحاجه اللي زوينه هادشي علاش هاد لارتيست ديال اليوم لارتيست كونتمبوران خاصو يتعلم لي ريزو سوسيو خاصو يتعلم الماركتينغ ديجيتال خاصو يتعلم المونتاج ديال لي فيديو خاصو يتعلم شحال من مهاره حيت الفن مهما كان زوين لا درتي فواحد الغرفه مظلمه ما غاديش حتى واحد ما غيشوف صح دونك خاصك تعرف كيفاش تشعل عليه الاضواء باش الناس يطالعوا عليه
ويشريه من عندك. نعم. في الأخير سيدي إسماعيل، لا جينا نقول لك رسالة للشباب اللي باغين يديروا هاد باغي يديروا هاد الفن. نعم. شنو هي رسالتك اليوم؟ يعني فين تقدر توجههم مثلا بحال مثلا في حال بحكم انه تخصص ديالك، يعني في هذا الشيء اللي كدير انت فين تقدر توجههم ولا اشنو اللي خصهم يديروا؟ شوف باش يتعلموا لونيفرسيتي الكبيره اللي فريمون تخرجوا منها بزاف ديال الناس هي يوتيوب. نعم. فهمتي، الواحد يمشي يقلب على داك الشيء اللي بغى، وسورتو ملي ياخذ المعلومه يمشي يطبقها، حيت تاخذ المعلومات ما كيصلح الوالو الا ما مشيتيش طبقتيه وحطيتيه في ارض الواقع. نعم. وان فوا هكاك تعلمنا حنا الحمد لله، كنمشيو كنشوفو كنطبقو وجاب الله التيسير. دونك اي واحد يمشي بغى يمشي في هذه القضيه ويحاول يدور راسو مع الناس اللي فايتينو شويه في الميدان، فهمتي. انا جو سوي اوفير لاي واحد بغى يتعلم هذا الشيء. نعم. كيسولني بعدا كنعطيه المعلومه، وتا الا فهمتي شفت فيه واحد الاداب وكيفاش غيتعلم مع القران نجيبو حتى لعندي ونطلعو معايا لاطولي بلا والو، ما كنطلب منه حتى شي حاجه. فهمتي. نعم. يعني انا ما كرهتش بزاف ديال الشباب يمشيو في هذا الشيء هذا باش نعمروا بيوت الناس بكلام الله بشي حاجه اللي زوينه. بس كيفاه ما كنبخلش الحمد لله، كنبارطاجي غير مي كنشوف شي سوء الاداب ما كنعطيش، كنوقف. فهمتي. فهمتك. هذا هو اللي كاين. واخا جرت العاده اننا دائما في الاخر ديال 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 الحلقه كتكون عندنا واحد دقيقه اللي كيكون فيها نقدروا نقولوا بطاقه خضراء ولا بطاقه حمراء. المهم انت عندك خضراء. اللهم صل على انت عندك الضوء الاخضر. تعطي رساله تشكر ناس اللي عاونوك على حسب انت وشنو بغيتي اشنو بغيتي تقول فيها. غادي نبداوها من دابا. واخا. نعم سيدي. يلا سيدي عليك مولانا. اولا غادي نشكر الناس اللي كيساندوني وكيعاونوني، منهم الاب الروحي ديالي وبلا ما نذكر سميتو، منهم الوالدين ديالي اللي ديما ساندوني في هذه المسيره الحمد لله، منهم الزوجه ديالي ومنهم بنتي الله يحفظها، ومنهم خوتي وحبابي وصحابي وكاع لا كوميونيتي اللي متبعنا واللي بلا بها ما كناش غنوصلوا الحمد لله لهادشي اليوم. والحاجه الوحيده اللي غادي نقول لهم سيكو حنايا يلاه كانت ايشوفا والحمد لله مازال جا الخير القدام، جايين حوايج زوينين ان شاء الله. وغنقول لهم حاجه وحده هي ما تنساوش المود باس. المود باس اللهم صل على الحبيب. هادشي اللي كاين اسيدي مراد. الله يعطيك الصحه. ومن هذا المنبر عارفين ان المدام ديالك ان شاء الله قريب تولد ان شاء الله. الله يفكو حيلها على خير يا ربي. نتمنوا كاع المستمعين اللي كيسمعوا لنا يقولوا امين. ان شاء الله في القريب العاشر. شنو سميها؟ مازال صراحه كلشي كيسولني ملي تخرج جيب سميتها ان شاء الله. شنو السميه ديالها ان شاء الله؟ ديك الساعه تقول لي تيزيد ونسميه سعيد كيف ما تيقول. تبارك الله عليك سيدي اسماعيل. الله يحفظك. شكرا لك بزاف. شكرا لك على الاستضافة. الحمد لله استضافة. الله يحفظك. حلقة دازت معك مميزة. بارك الله فيك. ومرحبا بك معنا في أي وقيتة شادي فيهم دار دارك. الله يحفظك. تبارك الله عليك. وكيف ما قلتي قبيلة المود باس هو اللهم صل على الحبيب. اللهم صل على الحبيب سيدي مراد. وتانتا مرحبا بك أي وقت في أي. الله ينورك. جي تشرف لي عندي في لاطولي نجلسو نشربو قهوة. إن شاء الله. الله يحفظك. إن شاء الله. الله ينورك. دونك حنا تقريبا وصلنا للنهاية ديال الحلقة. شكرا لكم بزاف على الاتصالات ديالكم، شكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم، شكرا لكم بزاف حنت دوزتوا معايا هاد ثلاثة ديال السويعات. هذا مراد اللي كان معكم، وبقى لي نقول لكم السلام عليكم.